يعني من اكتر الرياضات اللي فعلا واخدين فيها كمصريين وضعنا على الصعيد العالمي، ودايما بتلاقي ان الى حد كبير احنا حتى بننافس بعض كمصريين في المباريات النهائيه في اي بطوله دوليه للسكواش. ايه سر التفوق المصري في رياضه السكواش؟ اسرار هي في الحقيقه. يعني احنا بقالنا اكتر من 12 سنه تقريبا متسيدين رياضه السكواش على مستوى العالم. اللعيبه المصريين سواء كانوا ناشئين او محترفين هم اللي بيحتلوا الصداره، رجال وسيدات. رجال وسيدات في الحقيقه طبعا. انا في الحقيقه شايف ان هي عده اسباب كبيره، منها ان احنا عندنا قاعده كبيره جدا في مصر من الناشئين، والقاعده دي في الحقيقه مش موجوده في اي حته في العالم. فعلى طول في تفريخ، في بيحصل تفريخ كتير بيطلع في الموضوع. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا كم من اللاعبين المحترفين بشكل كبير جدا موجودين في مصر، متوزعين على كل الانديه. كل النشئ بتاعنا صغير بيحتك وبيشوف ويشوف الابطال دي بتتصرف ازاي، وكله عنده طموح وشغف ان هو يبقى زي هؤلاء اللاعبين. المنظومه الاسكواش في مصر في الحقيقه احنا عندنا مجموعه مدربين محترمين، الانديه كلها فيها سكواش بشكل عالي جدا، عندنا الاتحاد المصري للسكواش بيرعى اللعبه بشكل عالي، الدوله اصبحت بتولي اهتمام كبير جدا للرياضات الفرديه ومنها رياضه السكواش. بنشوف البطولات اللي زي اللي احنا بنعملها دي على طول، وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي متواجد على طول وبيرعى وبيشرف على هذه البطولات. الموضوع ده كله بيبقى مشجع. النهارده بقت في مؤسسات ماليه بترعى اللعبه، بقى في رعاه من شركات تجاريه بيدوا رعايه لهذه الرياضه، لان عندنا ابطال عالم فيها. طبعا عندنا بقى دور مهم جدا، وانا متخيل انه مش موجود في حته في العالم غير في مصر، هو دور الاهل، الاسره. الاسره المصريه بتصاحب الطفل من سن 4 أو 5 سنوات في ملاعب الاسكواش لغايه ما توصله للاحتراف، وبرعايه غير مسبوقه. يعني انا بشوف اولياء امور، اباء وامهات بيسيبوا حياتهم كامله وبيتحركوا ورا الاولاد عشان يدعمهم، بيوفر له تدريب كويس، بيدور له على احتكاك جيد، بيدور له على ادوات رياضيه متميزه. وفي الحقيقه هي طبعا لعبه الى حد ما مكلفه ولابد من وجود الاهل في مصر. في الحقيقه الموضوع ده الاسره المصريه بتتميز جدا في رعايه الابناء.